السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم بقناتكم قناه بيتكوين العرب. اصدقائي، هذا الفيديو هو فيديو قصير فقط للقيام باثبات سحب من هذا الموقع بقيمه 325 روبل تقريبا. اصدقائي، طبعا هذا الموقع شرحناه من حوالي 10 ايام. شايفين اصدقائي، هذا هو كاش سيرف تم شرحه من حوالي اسبوع او 10 ايام. طبعا اصدقائي، يعني هي مو بس ارباحي انا، ارباح الاحالات، ارباح المسابقه، ارباح المهمات، يعني اشتغلت على الموقع بشكل جيد والحمد لله حصلنا منه مبلغ لا باس فيه، يعني 325 روبل، وتوقع بيطلعوا حوالي 6 او 7 دولار. طبعا راح نطلب السحب على محفظتي الباير 327 او 325 روبل. روح كلمه ويزدرو اصدقائي. طبعا اصدقائي، راح احط لكم بصندوق الوصف طبعا رابط فيديو هذا الموقع، مشان اذا انت اخي كريم ما لك مشتغل عليه سابقا تبلش تشتغل عليه. موقع جيد طبعا، مثل ما قلنا هو من الفئه المتوسطه، ما هو الافضل لكن على المدى الطويل ارباحه جيده. تمام اصدقائي، انا راح احط مثلا 325 مثل ما قلنا، 325 روبل، واختار وسيله الدفع اللي هي باير. بروح بعد على كلمه ويزدرو مشان اطلب السحب. طبعا مثل ما قلنا دائما السحب بوصل خلال 24 ساعه من الطلب. طبعا اصدقائي، وضع تشيك اند، يعني طبعا الساب وضع البندنج، فينا نقول بعد حوالي مثلا عده ساعات راح يوصل ان شاء الله على محفظتي الباير. بتابع وقتها معكم الفيديو. بعد اقل من 24 ساعه كاتب لي الموقع بيد اوت، يعني تم الدفع 321 روبل. تمام اصدقائي، اذا انتقلت لمحفظتي الباير انا وبلاقي الدفع هاي 321 روبل، بفتح المعامله. تمام اخي الكريم، هذا هو الموقع، اسمه كاش سيرف مثل ما كنتم ملاحظين، 31 مارس اذار 2021. في النهايه لا تنسوا اخواني، اذا ما كنتم مشتركين بالقناه تشتركوا وفعلوا زر الجرس ودعمونا دائما. دمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.